السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير الشريف؟ بخير الحمد لله، والله لله الحمدين شاكرين. قول لي أكبر خطأ خطأتي في حياتك وباقي لحد الآن نادم عليه. اللي مأثر عليا اليوم إلى الساعة هذه هو مع الأم ديالي. كانت هي كدير تجارة عندها مكازا في عين البرجة، وكنت أنا هو اللي كان وزن لها في الميزان، يعني كنعاونها في التجارة وداك الشيء، وكتحط الفلوس عندي. واحد المرة اللي أنا كنت باقي صغير ديك الساعة كانت عندي الله 19 عام. سن المراهقة. سن المراهقة. سن المراهقة راه صعيب شوية. الإنسان كيحتاج. كيكون العقل طيش. كيكون العقل طيش وكيكون الإنسان زايغ شوية، يعني كيلعب به الشيطان كيف ما بغى. واحد المرة هو يلعب عليا الشيطان ديالي ولد الحرام الله ينعلو ويخزيه ويبعدو على كل مسلم. هزيت الفلوس هي دي مليون، عشرات المليون، عشرات المليون هزيتيها، عشرات المليون من الفلوس ديال التجاره من المجر، يعني من لا كانت هي كتحطهم في بيت النعاس عندها. هزيتيهم من الدار. من الدار وخليت 10. كانوا 20 مليون. كانت 20، كانت معزوله 10. علاش ما هزيتيهمش كاملين؟ يعني ما قدرتش. تنادم معاك الحال. ترددت عاود رديتها، هي مشات للسوق كتقدا، وعاود عاوتاني الشيطان يعني لبسني ود الحرام. الله ينعلو ويخزيه، لان الله سبحانه وتعالى يقول انه لكم عدو فاتخذوا عدوا، ما تاخذش الام ديالك عدو ولا اخوك المسلم ولا جارك ولا اي مسلم، تاخذ الشيطان عدو. الشيطان هو العدو اللي وصانا عليه الله. دابا الشيطان في النوبه الاولى قال لك هزهم، هزيتيهم، هزيتهم، عاودتي عاوتاني حطيتيهم. خرجت مع الباب وهي تبقى، وانا نتفكر الامومه مسكينه ويعني الحنان ديالها داك الشيء، وانا نرجع. رجعتي ديك 10 مليون. رجعتهم للبلاصه وحطيتهم فوق هذوك الفلوس ليا. عاود وسوس لك الشيطان هزيتيهم. عاودتيني يلاه خرجت من البيت ويلبسني الشيطان، حكمني. وسوسك. حكمني. قال لي لا راه غتمتع وتسافر. كان عز عليا مولاي يعقوب الشيري. فيتي تسخن عظيماتك. عظيماتي. وسافرت لمولاي يعقوب. كي راه اللي كيمشيو لمولاي يعقوب. وملي هبطت للوطيل وهذاك الشيء حطيت هذيك 10 من دار تحت الناموسيه، ويتجيني واحد الغبينه بحال اللي الهمني الله سبحانه في القلب ديالي على الامومه ديالي في القلب ديالي، سبحان الله من الله، من الله ماشي مني. ديك الساعه هرب عليك الوسواس ديال الشيطان. بعيد مني بحال الشيطان اللي كيوصلك للحبس وكيتنادم معاك الحال وما كينفعش الندم. هذا الشيء اللي وقع لي انا، يعني بديت كنبكي، قلت اش غندير دابا؟ غادي نرجع دار لي هاد الشريف هذا مولاي يعقوب ناقص منه، لان راه الامور بلا ما نسخن عظيماتي كاع. بلا كرة كدعي عليا، وقلت بدا جاني البدو وعاد نهبط الشريف. بدا جيت فين ندير؟ خصني ندير هاد الزياره للشريف بعدا نكمل عظيماتي. وملي هبطت للشريف حيت القفل، ديت معايا مشيت عند روكري في مولاي يعقوب شريت قفل، لان مول الوطيلات ما تسقش فيهم، شنو درت قفل من عندي انا؟ شريتي قفل باش تسد على ديك 10 المليون. يعني انا خايف على ديك 10 المليون وما خايفش على الدعاء ديال الام ديالي، يعني على المسكينه الحاله ديالها كيفاش، يعني ملي هذا الشيء. وملي هبطت للشريج كان ديك الساعه بالخميس، هما كيبدلوا الماء ديال الشريج بين الليل ربعه الليل ثلاثه ربعه وصباح الخميس. وعيطت لواحد الكسال باش يكسلني من بعد، قلت له بديت تنهبط نعوم وعاد نطلع، ولقيت الشريط صحامي وخاوي سخون. بوحدك؟ بوحد، لا معايا شي ثلاثة الناس. وقلت انا يعني فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، انا وليت دابا مؤمن قدام الشريط قدام عظمة الله. يعني قلت شوف انا كي الشريط وخايف منه حيت سخون، ما بالك الدعاء ديال الام ديالي كيفاش هاديرها هاد جهنم؟ هذا غير الماء ديال مولاي يعقوب. وشوف كيفاش كنهبط كندير جريه كنعاود نخطفها، كتسيي يعني كنجر العذاب ديال جهنم. العذاب ديال جهنم كنهبط بغيت نقول الكسال، قلت لي واش هاد الماء غيبرد شويه نستناه؟ قال لي لا. ما قلتيش هذيك اللعيبه ديالها مولاي يعقوب بارد وسخون؟ لا ما قلتهاش والو. والسبب هو الشريج، هو العافيه ديال رجعتي للوالده ديالك؟ لا ما رجعتهاش، جيت لواحد الوطيله. وخدت نادم معاك الحال؟ لا ما خفت انا من يعني من الوالده. عاود وسوس لك الشيطان عاود جاني.
جيت لواحد الوطيل هنا ب 200 درهم في الليله، وخويا مشى عند صحابي كيقلب، خويا الكبير هو اللي عطقني مسكين الله يجازيه بخير، يعني عطقني من السخط ديال الام. يعني قال لي كراسي كانت غتسخط عليك؟ يعني ما سخطاش. لا ما سخطاتش. وبقى اصدقاء ديالي كيعيطوا عليه واحد المراه، وكنت المراه لغيت انا حيدتها، وعيطت لواحد الصديق ديالي في سيدي عثمان، هو اللي بلغني قال لي راه خوك جا عندنا هنا مسكين وهادي كيقلب عليك. صافي وانا رجع للدار بهذيك 10، لا ناقص منها 500 درهم باش خسرتي 500 درهم. 500 درهم ورجعتي لها الفلوس؟ ورجعت لها الامانه. وطحت لقيتي مسكينه حالتها يعني منهاره مسكينه، يعني بالدموع باين زلي، ولكن ملي شافتني عاود كان يلاه ولداتني، ملي شفتها بحال يلاه ولداتني. سامحتو؟ وبديت نجريها، طحت لي على الاظافر ديال جريها. قلت لها راه الوالده الشيطان هو اللي هو السبب. قالت لي الله ينعلو خزي. قلت لها دعي عليه الوالده عاونيني عليه. بقات عليه الله ينعلو خزي. الحمد لله. ورساله منك للشباب انهم تما ما يديروش هذا الخطا اللي طحتي فيه انت، ما يطيحوش فيهم. يعني هذا الاخطاء، كل بني ادم خطا وخير خطائنا هم التوابون. كل بني ادم خطا، كل شيء كيخطا. الكمال لله، الكمال لله، الكمال يعني دابا انت هذا الخطا باقي مأثر عليك لحد الان؟ من الام وبالخصوص ملي توفات، ولكن الحمد لله فزت بالرضا ديالها. الحمد لله. اللي مهم في هذا الشيء كله والرضا ديال الام. والندم فهمتي، الاعتراف بالذنب فضيله، ومن اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. مع الله مع الله.